استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط والدكتور داود نصيف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو. وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أهمية العمل للتطوير المتواصل والدؤوب من أجل الارتقاء باستثمارات قطاعي النفط والغاز في المملكة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال وأهمية تطوير الصناعات النفطية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات رفع الكفاءة الانتاجية وتنفيذ المشروعات الكبرى المرتبطة بها في إطار ما تشكله من دعم كبير للاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيعود بالشكل الإيجابي على العملية التنموية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتفعيل دور هذين القطاعين في دعم الاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع معالي وزير النفط كافة المواضيع الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، كما اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية التي ستنفذها وزارة النفط وشركة بابكو لتحقيق الارتقاء بقطاع النفط والغاز إضافة إلى سبل الارتقاء بقطاع النفط في المملكة والأخذ بأفضل التقنيات في مجال الصناعات النفطية. كما تطرق سموه إلى أهم المشاريع العملاقة بشركة بابكو والتي تعكس توجهات المملكة نحو مواصلة الاستثمار في القطاع النفطي مما يحقق استدامة مختلف القطاعات التنموية. من جانبه جدد معالي وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة بابكو البحرين بابكو التهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة الثقة الملكية، مؤكدين أن اهتمام سموه وخبراته وإمكاناته ستساهم في تحقيق قطاعي النفط والغاز نقلة نوعية بارزة من الناحية التنظيمية والاستثمارية، ومعربين عن أهمية الدور المشترك في دعم الاقتصاد الوطني عبر المشروعات والصناعات النفطية.